هل هنشهد استقرار دولي الفترة القادمة بعد هلسانكي؟ هنشوف إذا كان في حسم لملفات كثيرة حدثت فعليا، أم أنه اللقاء كان فقط للعلاقات الأمريكية الروسية ولتوطيدها، خاصة بعد تراجعا يمكن لم نشهده منذ الحرب الباردة. بجدد التحية بمعالي وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي. خلينا نتطرق سريعا لتحدث تحدثنا عن سوريا، اختلاف الطرفين بالنسبة لسوريا، لكن حضرتك متوقع انه ممكن يكون حصل اي نوع من انواع الاتفاق؟ لا، هو مش اتفاق، لكن هو اكيد حصل حديث في الموضوع دوت، لانه لكل منهما حلفائه على الاراضي السورية. طبعا روسيا نقدر نقول عليها ان هي متحكمة في الارض اكتر من التواجد الامريكي. التواجد الامريكي مش بنفس الكثافه بتاعت التواجد الروسي. روسيا على مساحه اكبر من التواجد ولها حلفاء اكتر على الارض هناك. صحيح انه الامريكان بيدعموا الجيش السوري الحر سابقا عن طريق معدات والتدريب وخلافه، وفي طبعا قوات كثيره هناك. سوريا فيها حوالي 7 جيوش من مختلف الدول العالم، وبالتالي هي منطقة صعبة جدا، وصعب ان احنا نقول انه هذا اللقاء يكون حط محددات معينة لحل قادم قريبا. ولكن من المؤكد انه على الاقل، وده بتتم دايما في القمة من مثل هذا النوع، ان يكون في تفاهمات، انه ما فيش حد هياخد خطوة الا لما يكون الاخر يعني على علم بيها، او في تنسيق، مفيش مفاجآت يعني. مفيش مفاجآت. وطبعا هو الجانب الامريكي عارف ان يعني تواجده في سوريا محدود، مش زي الجانب الروسي اللي هو يعني عارف عنده جيش وعنده شرطة وعنده خبراء في مختلف المجالات. طيب دلوقتي الرئيسان في اشياء معينه اتفقوا عليها، اعلنوا انه تم الاتفاق عليها، توصلوا مثلا على صيغه لبناء تفاهم مشترك حول الاستقرار الاستراتيجي وعدم انتشار الاسلحه النوويه. ايه اهميه ده؟ يعني برضه دي حضرتك احنا ما اتكلمناش في حاجه جديده. ده الكلام ده يمكن من احد اللغات او احد العناوين اللي دايما بتدرج في مثل هذه القمم، ولكن ما نقدرش نقول ان هي فيها شيء محدد. يعني كان زمان بيحصل فيه اتفاقيات لتخفيض الاسلحه والصواريخ، بالذات اللي هي الحامله للرؤوس النوويه، بيبقى فيه زي فاكره سولت 1 وسولت 2، لكن دلوقتي يعني ده كان عنوان براق، ولكن مضمونه اعتقد لسه هياخد وقت عشان نصل اليه. في اتفاق آخر حول استراتيجية موحدة بخصوص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، تطوير البرامج الصاروخية، التخلص من الصواريخ طويلة المدى، والأمن السيبراني، الأمن المعلوماتي، السايبر سيكيورتي. دي ممكن يكون فيها بعض يعني التعاون، ولكن زي ما قلت لحضرتك هذه الموضوعات بالذات الخاصة بتخفيض القدرات النووية والصاروخية، أنا أعتقد أن هي ديت بتحتاج الى خبراء اكثر يعني دقه في هذه المجالات، وده هياخد وقت. ده كلام برضو يعني ده هو الرؤساء بيحطوا عناوين، لكن الموضوع ده هياخد وقت طويل عشان نقدر نقول ان في نتيجه يعني كونكريت كده على الارض، ان انا حصل تخفيض فعلا في الاسلحه الهجوميه زي ما بيقولوا. هو على العموم العالم داخل حضرتك في مرحله جديده، هتبعد عن المواجهات المسلحه للكبار. احنا دي داخلين اهم نقطة. يعني الكبار مش هيواجهوا بعض في المرحلة القادمة. شايف حضرتك القضية الفلسطينية فين في قمة هلسانكي تحديدا، وانه يعني الولايات المتحدة الأمريكية بعد قرارها الأخير يمكن القدس وحدت العالم في مواجهة مع الولايات المتحدة قوية وواضحة جدا ضد هذا القرار؟ يعني المواجهة كانت من رؤساء دول، كانت من شعوب مختلفة، ليس فقط المنطقة، منطقة الشرق الأوسط. لا طبعا، قرارات أممية، روسيا نفسها بترفض يعني هذا القرار. لا، هو القضية الفلسطينية ما أعتقدش إن هي أخذت يعني منحى يعني عارف عملي في هذا الإطار، لكن لأنه في انفصال أو ابتعاد كامل بين المواقف في هذا الشأن. أمريكا بتاخد قرارات أحادية بتعتقد أن هي دي هتؤدي إلى حل وما يطلق عليه بقى بعد كده في صفقة القرن وكل الكلام ده. الروس أعتقد أن هم لازال لهم منهج تقليدي في هذا الأمر، لازالوا بيدعموا
حقوق الفلسطينيين بشكل كبير جدا جدا. واعتقد انه المنهجين مختلفين، منهج ترامب مختلف تماما عن منهج بوتين في هذا الشأن، ولكن اللي احنا نقدر يعني نستفيد منه كعالم عربي انه التقارب الاسرائيلي الروسي ان هو ممكن يستخدم في كوسيله ضغط ومن جانب روسيا على اسرائيل انها تكون اكثر تجاوبا مع الحقوق الفلسطينيه، ولو ان ده مش بالضروره ان احنا نصل فيه الى نتيجه يعني مؤكده، ولكن اسرائيل في المرحله القادمه محتاجه روسيا نتيجه قرب القوات الإيرانية من الحدود الإسرائيلية في سوريا. فهي إسرائيل محتاجة الروس في المرحلة القادمة. يعني روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بأطراف نزاع في قضايا كبيرة، قضايا دولية، بعد هذه القمة اللي كان في تخوفات كتيرة بشأنها، وكان في الحقيقة قلق يمكن كمان من الدول الأوروبية الأكثر تأثرا، يعني لأنها تخشى تهديدات روسيا ولكن وتعتمد أيضا على غاز موسكو. فيعني ترى الموقف بشكل عام من الممكن أن يشهد حالة من الاتزان، من الانضباط؟ يعني هو حضرتك بأكد كلامك ان وزير خارجية ألمانيا مثلا وجه تحذير لترامب بان هو يعني ما ياخدش اي اجراءات انفرادية بتبعد حلفاء الولايات المتحدة عنها وهو يقرب يعني عن الروس، ولكن انا اعتقد انه روسيا من مصلحتها ايجاد يعني هذا النوع من الجدل ما بين الحلفاء الغربيين والولايات المتحده الامريكيه، وفي نفس الوقت هي من مصلحتها ان هي تتقارب مع الاتحاد الاوروبي ولا تخسر امريكا، فروسيا هي الفائز في هذه المعادله حتى الان، لانه مؤكد ان في قدر من الترقب والحذر من جانب الاتحاد الاوروبي ودول الاتحاد الاوروبي بالنسبه للسياسات الامريكيه في مختلف الاصعده ومختلف الموضوعات، وبالتالي انا اعتقد انه هذا الظرف بيعطي الجانب الروسي مساحه كبيره جدا من التفوق الاستراتيجي في المنطقه خلال الفتره القادمه، خاصه انه زي ما قلنا ان روسيا لها ايضا مساحه كبيره من التوافق مع الصين، والصين يعني قوه صاعده هتخش في خلافات تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. هو أشار في ترامب رئيس الولايات المتحدة أشار في تصريحات لي سابقة للقمة على حسب يعني وكالات الإعلام اللي تم تداول هذا التصريح من خلالها أنه يعني القمة هامة وسنتناول أيضا ما يخص صديقنا الرئيس الصيني في الفترة القادمة والعلاقات بيننا. يعني ماذا كان يقصد؟ إلى ماذا يشير قبل القمة؟ يعني هي رسالة يعني هو يعني طبعا كرئيس الولايات المتحده الامريكيه هو بيعلم تماما انه الخطر القادم بالنسبه له هو الصين مش روسيا، وبالتالي قد يكون بيضع نفسه في نفس او يعني بجانب روسيا وبيتكلم بقى عن الصين كانها هي دي بقى وانه شي جين بينغ صديق يعني ولا الصديق الثالث لنا. ده كلام اعتقد ان هو للاستعمال كده الاعلامي كعادته، ولكن يعني بيروج دائما من داخله اكيد ان هو بينظر للصين بقلق كبير جدا، وخاصه ان الصين عندما تبدا في تنفيذ سياستها الجديده اللي خاصه بالطريق الحرير او الحزام والطريق زي ما بيقولوا عليه، ده في حد ذاته هيكون في يعني تهديد تجاري كبير جدا للولايات المتحده ولنفوذها الاقتصادي في العالم، حتى في بالنسبه للعالم العربي وبالنسبه لافريقيا. الصين سوف يكون لها مساحه كبيره جدا من التواجد التجاري والاقتصادي في العالم العربي وفي افريقيا خلال الفتره الجايه. ليه فندم كان حلفاء ترامب يشعرون بالقلق قبل هذه القمه؟ كان قلق معلن يعني، وفي نفس الوقت كان في سؤال من الشركاء الاوروبيين ما الذي يريده ترامب تحديدا من هذه القمه؟ هو ده السؤال، يعني هو ده السؤال اللي بيقلقهم، لان هو قبلها كان عمل قمه الناتو، وفي قمه الناتو صحيح. يعني بدا فيها ان في يعني قدر من يعني الاختلاف في وجهات النظر بالنسبه لتكاليف الدفاع او بتكاليف الناتو نفسها، النفقات العسكريه، النفقات العسكريه، وان كل الدول لازم تساهم بشكل اكبر. ده في حد ذاته، وبعدين بعد كده رايح
يقابل الروس، فده في حد ذاته يكون امر يعني يدعو الى القلق طبعا بالنسبه للاتحاد الاوروبي ودول الاتحاد الاوروبي ودول الناتو بالذات يعني. يعني اخيرا افتخرا الرئيسان بقدرات الولايات المتحده الامريكيه وروسيا النوويه، واتفقا كما ذكرنا على اتفاق خفض حجم الترسانه النوويه التي هي الاكبر في العالم، والاتفاق يسري ل 2021، واي اتفاق من الممكن ان يتم تمديده، ويعني ده هيكون اكيد باتفاق الطرفين. وده طبعا يعني نقول عليه في السياسه غرور الكبار يعني عندما يلتقي القطبين فلازم طبعا يضعوا قدر كده من الغرور على هذا اللقاء، ولكن في النهايه انا اعتقد انه افكار يعني الحد من التسلح هي التي ستسود، لان زي ما قلت انه المواجهات النوويه والمواجهات العسكريه بين الكبار ما اعتقدش انها لها مجال في ولا مساحه في العالم الجديد اللي احنا بنعيش فيه، بالعكس كله هيبقى حروب الوكاله او تنتقل الى قدر باخر من الحروب التجاريه والتنافس الاقتصادي على المساحات التي تستطيع ان انت تسيطري عليها اقتصاديا كل دوله يعني من الدول الكبيره اللي احنا بنتكلم عنها في المرحله ديت. اخيرا، هل ستبقى مع العلاقات الامريكيه الروسيه تحت المجهر كعادتها دائما يعني في الفترات السابقه، ام ان الامور تغيرت بعد القمه؟ لا طبعا هتظل في صعود وهبوط في السياسه، يعني مين كان يتوقع ان تصل العلاقه ما بين بريطانيا وروسيا الى هذا القدر المتردي في حادثه يعني كانت ممكن ما تحصلش، لكن هو بيحصل في حوادث كثيره ممكن تحصل بتؤدي الى هبوط في العلاقات، وبالتالي من الصعب التنبؤ بمسار العلاقات، ولكن انا بعتقد ان احنا خطونا خطوه ايجابيه في لقاء هلسنكي اللي هي دايما يعني فنلندا دايما بتسعى انها تكون، لانها موجوده طبعا قرب الحدود الروسيه، بتسعى دائما انها تكون وسيط في مثل هذه اللقاءات وتقدم نفسها كدوله يعني لها قدر كبير من الحياديه واستقلال في القرار السياسي بتاعها. في استقرار دولي بتتوقعه حضرتك؟ لا بالعكس، احنا هنخش في مرحله صعبه جدا، انت عندك ارهاب يعيد يعني ترتيب نفسه عن طريق التواجد في افريقيا، منطقه الساحل والصحراء دي بتعيد تمركز الجماعات الارهابيه مره اخرى، في حروب تجارية قادمة هتكون أشد شراسة أحيانا من الحروب العسكرية. صحيح. وبالتالي لا صعب، العالم لازم يفضل دائما مشتعل كده. شكرا لحضرتك وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي على التوضيح وعلى القراءة في قمة اليوم اللي جمعت ترامب وبوتين. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. بشكر حضراتكم على المتابعة وتصبحوا على خير.